إطار مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية بطريقة غير مشروعة عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس. تمكنت أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخميس الخشنة من حجز كمية من المؤثرات العقلية تعود وقائع القضية إلى تقدم مواطن لفرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بخميس الخشنة حاملا معه حقيبة يد بها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والتبليغ أنها تعود لابنه تركها بالمنزل العائلي. مباشرة تم تشكيل دورية والتنقل إلى الحي الذي يقطن به المشتبه فيه وتم نصب كمين وتوقيفه. أثناء التحقيق مع الموقوف تبين أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تقوم بترويج للمؤثرات العقلية ببلدية أولاد هداج أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه واقتياده نحو الفرقة لمواصلة التحقيق. أسفرت العملية عن حجز 1138 كبسولة لدواء نوع بريغابالين 300 ميلي غرام مبلغ مالي قدره 2100 دينار جزائري. تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.